من القاهرة معي محمد حامد الباحث في القانون الدولي والعلاقات الدولية. أهلا بك معنا سيد محمد. هذه الزيارات على مر التاريخ السابقة لقرارات مهمة مفروض مثل الكوريتين والوصول لاتفاق سلام إلى أي درجة مهمة؟ وبموضوع السرية التي دائما نتحدث عنها في هذه الفترة أيضا، هل نفهم منه شيئا؟ أهلا بحضرتك يا أستاذة ميسون وبالسادة المشاهدين. طبعا الموقف النهاردة مهم جدا، وأن تحويل حالة الأزمة ولا حرب أو الهدنة القائمة بين الكوريتين إلى اتفاق سلام هو أمر جيد وأمر محمود ونتمنى حدوثه، ولكن الواقع على الأرض تقول أن ما زال هناك شيئا يطبخ في الطريق لتطبيع العلاقات الكورية الشمالية مع الغرب ومع الولايات المتحدة، وكل هذا متعلق بلقاء ترامب المقرر في الشهر المقبل. هل اللقاء هيكون هزلي ام لقاء جد؟ هل ترامب يرغب في لقاء رئيس كوريا الشماليه لكي يتحدث ويتندر عليه امام الاعلام الامريكي، ام لكي يفتح صفحه جديده وبابا جديدا في العلاقات الدوليه ويحل هذه الازمه الطويلة والمطولة المستمرة منذ عام 53 حلا جذريا وسريعا في أقرب فرصة؟ ما العوامل التي ستجعل هذه المحاولة هذه المرة تنجح بغض النظر عن الرئيس الجديد الأمريكي دونالد ترامب مثل الملف اليوم بومبيو؟ هل من عوامل أخرى ستجعلها هذه المرة تنجح؟ من يدخل في هذه المفاوضات سواء كانت سرية أو غير؟ من الدول التي لها علاقة وستكون مؤثرة في الوصول لأي اتفاق سلام أو اتفاق نهائي؟ أعتقد طبعا الصين ستلعب دورا كبيرا وتريد أن يعني تعيد بيونج يانج إلى الساحة الدولية وإلى العالم مرة أخرى. روسيا طبعا كان لها علاقات وثيقة بالنظام الكوري الشمالي، من الممكن أن تستطيع الولايات المتحدة والغرب فصل العلاقة بين روسيا وكوريا الشمالية وتبقي على العلاقة بين الصين وكوريا الشمالية لأن العلاقة عميقة ومتجذرة غاية بين البلدين، ولكن الصين لديها مشكلة مع ترامب في قضية اتفاقية التجارة والغابة في ربع الصين. فهل ممكن الصين تتلاعب بالولايات المتحدة في الملف الكوري الشمالي وتفسد ما يريد أن يرغب فيه ترامب إذا كان ترامب جاد في حل القضية الكورية الشمالية؟ الولايات المتحدة الآن أمام تحول كبير في السياسة الخارجية للولايات المتحدة، عندما كانت في الماضي ترسل وفودا مخابراتية للتجسس على الكورية الشمالية ولا تعرف على طبيعة البلاد عبر مجموعة من الجواسيس يدعون التبشير بالمسيحية، ولكن هم جواسيس للمخابرات الأمريكية. عندما يذهب رئيس المخابرات الأمريكية والمرشح لوزارة الخارجية الأمريكية سرا لكي يتفاوض ويتحاور مع كوريا الشمالية ويتعرف على طبيعة التفكير الذي يتم على الرئيس الكوري الشمالي، هذا أمر جيد وأمر محمود، ولكن كل هذا مرتبط هل أصلا بيونج يانج على قناعة أن الحل هو السلام والتوافق والعودة، أم هي استهلاك للوقت والعودة للساحة الدولية بشكل مؤقت لكي تخفف الضغوط الاقتصادية التي فرضتها المنظمات الدولية؟ هذه نقطة مهمة. سيد محمد، يعني موضوع كوريا الشمالية، هل ممكن أن تقدم تنازلات، يعني إذا صح التعبير بهذا الإطار، أو تكون أكثر ليونة في التعامل على حساب أو من أجل ملفها الأهم مع الولايات المتحدة، موضوع الملف النووي والملفات الأخرى مثل حتى ما يحدث بين الولايات المتحدة والصين فيما يتعلق بالحرب التجارية، إلى أي درجة هي ستكون فاعلة وموجودة بشكل كبير في وجود الصين وكيفية وجودها بهذا الملف؟ سؤال حضرتك مهم جدا وسؤال قوي، ولكن كوريا الشمالية لديها خبرة كبيرة في التفاوض بينها وبين الغرب والولايات المتحدة، ولا ننسى المفاوضات السداسية التي استمرت كثيرا وانعقدت وانفرطت أكثر من مرة، وهي تستطيع أن تستغل تتفاوض من أجل التفاوض وتستطيع أن تستغل هذا الوقت للحصول على مكاسب اقتصادية. كوريا الشمالية ليست دولة يعني يمكن الضحك على ذقنها عندما تستغلها الصين في معركتها مع الولايات المتحده، بل في رايي ان كوريا الشماليه واعيه ومدركه لما تفعل وتستطيع ان تقتنص ما تريد من الصين ومن الولايات المتحده ومن روسيا ومن الغرب لكي تتفادى حزمه العقوبات الاخيره التي فرضت عليها، خاصه ان الولايات المتحده قادت حمله دوليه دبلوماسيه لقطع العلاقات مع كوريا الشماليه، وشاهدنا دول في منطقه الشرق الاوسط تقطع علاقتها بكوريا الشماليه، بالاضافه الى فكره ترحيل المواطنين الكوريين الشماليه على مستوى العالم. هذه فكره قاسيه للغايه، عقوبات من اجل تكثيف اي منبع لمنابع العائدات الدولاريه لكوريا الشماليه، والنظام الكوري الشمالي ظهر الى الحائط وليس امامه سوى التفاوض و السلام مع الغرب والسلام مع كوريا الجنوبية والسلام أيضا مع الولايات المتحدة. أنا أشكرك جزيلا سيد محمد حامد الباحث في القانون الدولي والعلاقات الدولية.
على هذه المشاركة معنا من القاهرة. شكرا.